أثابكم الله، هذا سائل يقول أن ما الحكم في شخص بنى مسجد وأراد أن يستفيد من منافع بجوار المسجد مثل فتح صيدلية أو عيادات أو تأجير الدور الأرضي تحت المسجد وكل ذلك في مبنى واحد؟ لا يقتطع شيء من المسجد لمصالحه، لا يقتطع شيئا من المسجد أو من مرافق المسجد لأجل مصالحه هو، هذا لا يجوز، لأن المسجد أصبح وقفا، المسجد أصبح وقفا، فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئا لنفسه. نعم. وإن كانت وقفا للمسجد وإن كانت هذه المحلات وقفا للمسجد يعود ريعها للمسجد؟ إذا كانت للمسجد لا بأس، كانت ولا تضيق على المصلين وهي للمسجد تصرف على المسجد لا بأس بذلك، أما إذا كان يضيق على المسجد بحاجة إليها فلا يجوز أن يستطعها. نعم.